знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти, и в этом смысле у нас тоже есть о чем говорить с точки зрения стабильности на рынках. أيضا يستحق المناقشة من وجهة نظر الاستقرار في أسواق النفط كما أن هناك نقاط كثيرة أخرى تستحق المناقشة. أرجو لقد أبلغني وزير خارجيتنا باختصار عن محادثاتكم، وأود لو أن زيارتكم إلى روسيا، وهذه أول زيارة لكم إلى روسيا بصفتكم وزير خارجية، أن يفيد علاقتنا المتبادلة ويساهم في تطويرها. يسرنا أن نستقبلكم. شكرا لكم يا فخامة الرئيس على قضاء وقتكم معي. فنحن قد أجرينا مفاوضات بناءة، طبعا هناك خلافات بيننا، فهناك أيضا مصالح مشتركة بيننا، وما هو الأكثر أهمية، فإن رئيس دونالد ترامب يهتم بذلك باستخدام تلك المواضيع، فهو يريد أن يحمي مصالح الولايات المتحدة في المواضيع حيث يمكن أن نتعاون ونتعامل، وحيث يمكن أن نحصل على ثمار مشتركة لإنجاح شعبينا، وأيضا لنجعل العالم أكثر نجاحا. ناقشت اليوم خلال هذه المفاوضات مشاريع جديدة، فنحن يمكن أن نتعاون في لحل مسألة شبه جزيرة كوريا، وأيضا للأزمة الأفغانية والمسائل الأخرى، فأن يمكن أن نتحدث عن الحوار الاستراتيجي، وأنا آمل في أننا سوف نتمكن من التحدث عن كل ذلك وفقا لما يصب في مصلحة العالم. وشكرا لكم مرة أخرى. Washington.